وننتقل الآن إلى الأجواء المغربية، حيث العراقة والأصالة، لنتعرف على ذلك البلد، بلدي الحبيب العملاق، والذي يهتم المصريون إخوتنا الأعزاء والعرب بمعرفة ثقافته. الكاتب الصحفي الشهير عماد فواز هو صحفي مصري مقيم بالمغرب، له جماهيرية طاغية هناك نظرا لشهرته ومشاركته الاجتماعية وكذلك فكره المميز. أستاذ عماد فواز يتحدث اليوم من برنامج بلا عنوان مع أميمة غبراوي عن اللهجة والأكلات المغربية من خلال فيديو أرسله لنا خصيصا. إذا ماذا يعني نيشان، مثلا دي كلمة مغربية قحة، في اللهجة أو الدارجة المغربية، وما هو الماعون، وكيف يتم تقديم الكسكس بالصبع خضاري؟ هذا ما سنعرفه من الكاتب الصحفي أستاذ عماد فواز في هذا الفيديو. السيدات والسادة مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر وحول العالم، أنا عماد فواز، صحفي مصري مقيم في المملكة المغربية منذ 8 سنوات. المملكة المغربية دولة أو بلد متميز بأنه متنوع جدا، يشبه مصر في حاجات ويختلف عن مصر في حاجات، هو في العموم له خصوصية خاصة، متنوع اجتماعيا، اللهجة بتختلف من مكان لمكان، كما في مصر مثلا الصعيد غير بحري. عاداتهم وتقاليدهم مميزة وملفتة للنظر، وده بيثير فضولنا احنا يعني، او انا واحد من الناس يعني. اولا هم عندهم اللهجة ما هي صعبة كما نظن او يظن ناس كتير ان هي لغة اجنبية، هي لغة عربية، لكن طريقة نطقهم للكلام بيسكنوا الحرف الاول في بعض الكلمات ما تتخيل عربية برضو، لكن ما تتخيلش ان هي كمصري او مشرقي تبقى في المكان ده. زي مثلا يقول لك سير نيشان، نيشان نيشان يعني على طول، لكن انت ما تجيش في دماغك ان ممكن الكلمة دي تستخدم في انها توصف على طول، او زي سيدة في السعودية يقول لك سيدة، حاجات زي كده. لكن هي اغلبها كلمات عربية فيها كلمات امازيغية بحكم طبعا انه مكون مهم في المجتمع الامازيغي يعني، كذلك فيها كلمات فرنسية، فيها كلمات اسبانية لكن بسيطة، انما الغالبية كلام عربي عادي جدا، لكن هم يسكنوا الحرف الاول فتلاقي برضو النطق مختلف، بيتكلموا بسرعة، لكن في العموم اللهجة المغربية لما تسمعها اسبوع او اتنين تفهمها، ما هيش صعبة كما يعتقد البعض يعني. إضافة إلى أنهم عندهم ثقافة حتى التنوع في كل شيء، حتى في مطبخهم مثلا في الأكلات المغربية، وده عندهم مزيج بين الحلو والمالح عجيب يعني. مثلا أنا أول مرة أكلت عندهم اللحمة بالبرقوق المجفف، القراسية والمشمش المجفف اللي احنا بنعمله خشاف في رمضان، ويحطوا زبيب، فمزج الحلو والملح ده في اغلب اطباقهم. مثلا عندهم مثلا برضو ثقافه الاكل كله في معون واحد، دي موجوده هتلاقوها في الخليج نوعا ما، لكن في المغرب زايده قوي يعني. مثلا الطبق الرئيسي الكسكس بالسبع خضاري، او اللي هو بالسبع خضار ده، تلقاه اغلبه كل حاجه في طبق واحد، في اللي هو المعون بالفخار كده واحد، تحطوا فيها اللحمة والكسكس اللي هو المعجن اللي زي اللي عندنا ده، ويحطوا فيه الخضار وكل شيء فوق بعضه. كذلك مثلا في أكلة زي الرفيسة، هي من الحاجة تشبه الرقاق كده، الرقاق يعني، ويحطوا عليها دجاج وكلام من ده، فتلاقي كله في معون واحد، ودي سنة عن الرسول. كما ذكر أستاذ عماد فواز أن الدارجة أو اللهجة المغربية، عموما الدارجة المغربية نسميها نحن المغاربة الدارجة بمعنى العامية، تندرج تحتها العديد من اللهجات، وأنه رغم احتوائها على بعض المصطلحات والكلمات الأجنبية إلا أنها تظل لغة عربية بسيطة ولكنها سريعة نوعا ما. أما عن الطبيعة أو طبيعة الشعب المغربي وأوجه الشبه بينه وبين المصريين، وكيف يحتفل المغاربة بالمولد النبوي الشريف، هذا ما سنتابعه الآن من الأستاذ عماد فواز في حديثه لجمهور برنامج بلا عنوان مع أميمة غبراوي. نشاهد الفيديو ولنا عودة لكم. المشمش المجفف اللي احنا بنعمله خشاف في رمضان، ويحطوا زبيب، فمزج الحلو والملح ده في اغلب اطباقهم. مثلا عندهم مثلا برضو ثقافه الاكل كله في معون واحد، دي موجوده هتلاقوها في الخليج نوعا ما، لكن في المغرب زايده قوي يعني. مثلا الطبق الرئيسي الكسكس بالسبع خضاري، او اللي هو بالسبع خضار ده،
تلقاه اغلبه كل حاجه في طبق واحد، في اللي هو المعون بالفخار كده واحد، تحطوا فيها اللحمه والكسكس اللي هو المعجن اللي زي اللي عندنا ده، ويحطوا فيه الخضار وكل شيء فوق بعضه. كذلك مثلا في اكله زي الرفيسه، هي من الحاجه تشبه الرقاق كده، الرقاق يعني، ويحطوا عليها دجاج وكلام من ده، فتلاقي كله في معون واحد، ودي سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عشان كلهم يمدوا ايدهم في معون واحد. المغرب بلد متطور متحضر، لكنه بيتمسك باصالتهم وعاداتهم وتقاليدهم، متمسكين بيها جدا، وتلاقي زيهم يتمسكوا بيه جدا، اللي هي الجلابه والكلام ده، وتلاقيهم الطقوس الاسلاميه او المظهر الاسلامي طاغي عندهم كدوله اسلاميه، ولذلك بنشترك مع بعض مثلا في طقوس العيد الاضحى، بيختلف الاكلات لكن الطقوس واحده، الذبح وكل شيء الاسلامي. نتشابه معهم في مولد النبي في موضوع الحلوى والكلام ده، لكن احنا لينا حلاوه المولد مميزه شويه، ليهم ليهم حلويات اخرى بيعملوها بشكل اخر. هم في بنشترك في رمضان، الحاجات الاسلاميه تقريبا واحده، لكن كل واحد بيعملها بطريقته. المغرب بلد يشبه مصر في طبيعه ناسه، ناس ودوده ما تشعرش معاهم بالغربه، يقبلوا الاخر بسهوله، ياتلف معاهم بسهوله، شعب طيب ودود لطيف، قريب جدا من الشعب المصري في طباعه، حتى في بيننا وبينهم عائلات مشتركه زي هواره وبني هلال وغيره، يعني دي عائلات مشتركه، اولاد عمومه. المغرب بلد قريب لمصر كثيرا، بلد متنوع رائع يمزج بين الأصالة والمعاصرة. شكرا ليكو، وتحية خاصة للأستاذة المذيعة المغربية اللامعة أميمة غبراوي، والأستاذ عمرو لطفي رئيس تحرير برنامج بلا عنوان على قناة الصحة والجمال. تحية من القلب لجميع السادة المشاهدين في مصر وحول العالم، أسعد الله أوقاتكم. كانت رحلة اليوم مميزة إلى المغرب، إلى بلدي الحبيب الذي اشتقت إليه كثيرا. كل التحية والشكر والتقدير للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد فواز على مشاركته لنا في هذه الحلقة، والتي تعتبر إضافة بكل المقاييس. شكرا لكل ضيوفنا اللي شرفونا اليوم، شكرا للرئيس تحرير الأستاذ عمرو لطفي، وللطاقم التقني، وللناس اللي معنا في الكنترول. شكرا لكم، ولنا عودة إن شاء الله، ولقاء يتجدد بكم في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.